احنا بنلعب الوارد السحري، فاحنا احنا هنسأله اسئلة عن يوتيوبرز والمفروض يجاوبها وكده. فاول يوتيوبر هنسأله عنها هي امام روبلوكس. كل واحد ليه اتنين، لو هو معرفوش في الاول هو ليه محاولة غيرها. ايوه، فيلا. هل الشخصية معرفة الشخصية لا هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية أكثر من 100 مشترك على اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية أنثى؟ نعم. هل الشخصية سورية؟ نعم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ أنا حاسة إن هي تطلع اسمها دي. هل الشخصية تحب تكوين صداقات؟ هل تلتقي الشخصية نظرة طبية؟ لا. هل الشخصية جميلة من الداخل والخارج؟ نعم. هل الشخصية متزوجة؟ لا. لا أكيد. هل الشخصية تجيب لعبة ماينكرافت؟ لا. لا. هل الشخصية أكثر من 1,000,000 متابع على الانستجرام؟ لا. هل الشخصية موجودة بين روبلوكس؟ هل الشخصية أكبر منك؟ نعم. نعم. هل الشخصية أميرة؟ لا. هل الشخصية أميرة؟ لا. على طول بيجي رورو. أوكي. فلا. لا. ناس استمرار. نعم. هل الشخصية يعرف تظهر وجهها؟ نعم. هل الشخصية تحب الآيس كريم؟ نعم. هل تدري الشخصية نظرة طبية؟ لا. هل الشخصية نظرة اقتصادية؟ لا. هل الشخصية تعيش في تركيا؟ لا. هل لدى الشخصية أخت في نفس المدينة؟ نعم. نعم. هل الشخصية علاقة بالكرتون والرسوم المتحركة؟ لا. هل الشخصية عيون صفراء؟ لا أعلم. هل الشخصية قناة يوتيوب مرتبطة بها؟ لا. هل تكلم هذه الشخصية على اتصال معك؟ لا. هل تتقن الشخصية اللي لكي؟ نعم. هل الشخصية رياضة؟ معك؟ لا. لا. هل تعيش في سعودية؟ يبقى أنا مش عارفة، فأنا لا أعلم. هل الشخصية تحب الحفلات؟ ممكن. لا. هل تحب الشخصية اللي هم لا أعلم. هل تعيش الشخصية مع أختها؟ نعم. هل الشخصية صدر سعودية؟ لا أعلم أصلا. هل الشخصية بحاجة تسوق؟ لا أعلم. ممكن عشان أختي مثل روبلوكس. هو أوكي خلاص. يبقى أنا مش عارفة دي أكيد هي عربة. هل زارت الشخصية الأردن؟ رورو رورو خلصت الجملة عادي؟ لا عادي. أوكي عادي من الأول. عادي من الأول خالص. اوكي اهو. هل الشخصية على معرفة شخصيتك؟ لا. هل الشخصية اكتشاف خاص في مجال ما؟ لا. هل يحترف التمثيل والغناء معا؟ انا اقول لكن هي لا. ايه عرفنا. هل الشخصية اذكى منك؟ انا لا اعلم ولا ممكن. هل الشخصية خرافية او غير موجودة في الوقت؟ ازاي؟ لا لا. ازاي قمت بالتربية الشخصية؟ لا. هل الشخصية علاقة بالدولة العثمانية؟ لا. هل الشخصية عمل او وظيفة بمجال التجارة؟ لا. هل انت عارف الشخصية منذ طفولتك؟ لا. هل الشخصية اكثر من لون شعرك؟ انا لا اعلم. من المكسيك؟ لا. هل مسلسل كوميدي؟ هل الشخصية علاقة بالشيطان؟ استغفر الله استغفر الله. هل ممكن مشاهدة صور الشخصية على الانترنت؟ لا. هل تلعب الشخصية في المنتخب؟ استغفر الله. هل تلبس الشخصية رداء أخضر؟ لا. ثانية. هل تقتدي الشخصية غطاء للرأس؟ نعم نعم نعم. هل الشخصية قادرة على الكلام؟ نعم أكيد يعني الحمد لله. الشخصية عبارة عن دمية؟ هو في صورتها رمية في البتاع. هو ثانية ولا ممكن الصورة تبقى على الشاشة؟ هل كان الشخصية دور تمثيلي؟ لا عادي السؤال ده تعديل الإجابة. بص يا جماعة هنروح نبص على ميس رورو. جمال هي صورتها دمية يعني. نعم. بص هنوريكوا صورتها على الشاشة. حصلت الشخصية على رخصة القيادة؟ أنا لا أعلم. لا أكيد عندها 12 سنة. هل الشخصية جديدة في الفريق؟ لا. فريق إيه؟ هل تشبه الشخصية شخصيات الأنمي الياباني؟ لا. هل يعمل الشخصية مع عصابة؟ مع عصابة اختيارات. هل يعمل في مجال القناة؟ هل للشخصية دور على خشبة المسرح؟ لا طبعا. هل تحترف الشخصية الإنشاد؟ لا. هل الشخصية يثق بك؟ أنا لا أعلم. ممكن. هل الشخصية على الأقل طفلين مشاريع؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ هل الشخصية قائد فريق حاليا؟ لا. هل الشخصية تعمل ضمن فريق التصنيع؟
لأ هشوف فيها جذور إجرامية. لأ ايه ده؟ هل تم تسريب صور إباحية شخصية؟ هل هو لاعب يستخدم القلم يس؟ اوكي لأ. هل الشخصية من انمي مدرسي؟ لأ. هل قتال من المخلوقات الشريرة من مواجهة الشخصية؟ لأ. هل شخصية هداف كرة قدم مشهورة؟ لأ. هل والدة يعمل معه؟ لأ. هل تعمل الشخصية ضمن برامج كوميدي؟ أنا؟ لأ. سي استغفر الله، يعني بيعرف يدوره. أنا أنثى. أنا أنثى. لأ. أوكي هل شخصية لأ؟ هل شخصية لأ؟ هل صار هذا الشخص عنده ليبرات؟ نعم. هل هذا الشخص يعرف؟ نعم. هل الشخص يعرف يعمل طفولة؟ لا. هل الشخص يعرف يعمل طفولة؟ هل صار الشخص عنده ليبرات؟ هل عرف الشخص يعرف يعمل طفولة؟ لا. هل الشخص عنده سوريا؟ لا. لا. عاديها. لا. هل الشخص من أصل عراقي؟ لا. نعم نعم نعم. هل الشخص من الأردن؟ لا. هل تعرف الشخص من العراق؟ لا. يروح العراق عشان يصير كذي؟ لا. لا. هل الشخص من العراق؟ نعم. هل الشخص يعرف يتزوج؟ نعم. هل الشخص من سوريا؟ لا. نعم نعم. هل الشخص من سوريا؟ لا. هل الشخص يحب النوم؟ من الممكن. هل شعرت شخصية في أي مسابقة مكان؟ تمام؟ لا. هل شخصية مصرية؟ لا. هل شخصية مشهورة؟ لا لا لا. هل شخصية أكثر من مليون متابع على الانستغرام؟ لا. هل شخصية موجودة في دار كابوتنا؟ هل شخصية أبيها من الهيئة وكبيرة؟ لا طبعا. هل تعيش شخصية معقدة؟ نعم. مسرورو دلوقتي مع السلسلة خاصة الأخرى. فبنت صادق أقسم بالله يا جماعة هي مش بتساعد الهوكس، هي بنت ماشي تمام بس هي مش بتساعد. يلا اوكي نعم من جديد. اوكي عسل ولا ايمي؟ لا لا خلاص مش لازم. ها ريما؟ ريما. اوكي هل الشخصية معرفة شخصية بك؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ لا. هل الشخصية انثى؟ لا. يعني الشخصية مش ذكر. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية لا. هل الشخصية من اصل عراقي؟ لا. هل الشخصية من الجزائر؟ لا. هل الشخصية عمر الشخصية فوق الأربعين؟ لا. لا طبعا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية متزوجة؟ لا. هل الشخصية من أصول سورية؟ أيوه هي سورية أصلا. هل الشخصية مشهورة بسبب لا. هل الشخصية ابنة ذات شعر أحمر؟ لا. هل الشخصية معلق في إيه ده؟ لا. هل الشخصية من اللب؟ لا. هل لدى الشخصية أخت في نفس الشهر؟ لا. هي عندها أخت بس هي مع بتظهر معاها في القناة بس قليل. لا ما عندهاش قناة. هستعمل الشخصية تطبيق الويفرز؟ لا. هل الشخصية تجاوز سن المئة؟ إيه ده؟ لا طبعا. إيه ده؟ هل تفقد الشخصية وعيها كثيرا؟ لا أعلم. هل الشخصية اسمها ريماس؟ لا. هل الشخصية مهندسة ذات هل غنت الشخصية رمزة؟ لا. هل حقق الشخصية لقب أفضل لاعب كرة قدم؟ لا. هل الشخصية لها حساب في موقع الاسك؟ الاسك؟ لا. هل الشخصية تعيش في تركيا؟ لا. في روسيا؟ لا. مرة كمان المرة كمان دي بنقول الشخصية علاقة مع زيك ايه؟ استغفر الله. هل الشخصية مهتمة بالألوان حتى الناس؟ لا. هل الشخصية أخ يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية عمل للفنون؟ نعم. هل الشخصية أخ؟ نعم. هل الشخصية من سمعك؟ لا. هل قامت الشخصية بتأليف الأغاني؟ لا. هل الشخصية عيون خضراء؟ أه اللون؟ نعم. هي زرقاء وخضراء في نفس الوقت. فمش عارف. هل الشخصية تحب القطط؟ نعم. من الممكن. من الممكن. هل الشخصية قامت تسوي مشتركة مع أختي؟ لا. لا. هي اسمها ريمي. ريمة. هل تشتهر الشخصية بالتمس السيء؟ لا طبعا. هل الشخصية تحولت؟ لا. والله لا. 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 هل تعيش الشخصية في السويد؟ لا. هل تعيش الشخصية في دبي؟ لا. هل تعيش الشخصية في نعم. أعتقد خلاص عارفها. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ نعم. عارفة خلاص. سيجارة؟ لا. لا. خلاص ما عرفتش. هل الشخصية مسلسل أو برنامج تلفزيوني؟ لا. هل الشخصية شيعية؟ لا. هل لدى الشخصية قناة خاصة به؟ نعم. هل تعيش الشخصية تحارب
زي ما بس حد بشخصية مشاهدة الأفلام بيحيي الرومانسية هيلت كده. هل الشخصية شعر أشقر لون؟ نعم. هل الشخصية من أنا لا أعرف. يا ربي يظهر يا ربي يظهر. ليه؟ مين دي؟ قصة الجلسة لا جاب ريما بس اسمها ريما. لا يا وبس والله ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب.